زيادة في الوزن غادي ناخذوا معلقة صغيرة ديال الحبق. دائما كنرجع لهذه المادة لأنها كترفع الشهية بواحد النسبة كبيرة. إذا الحبق البلدي معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة ديال الزعتر، كنزيدوا عليها كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، وكنشربوها في الصباح على الريق. إذا الريق قبل واحد نص ساعة قبل الفطور، فهكا كترفع علينا الشهية وكتعاوننا باش نستافدوا من التغذية اللي غادي ناخذوها. وصفة لترطيب اليدين، نصيبوا كريمة طبيعية غناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال زيت الورد، معلقه كبيره ديال زيت الخزامه، وربعة المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. نخلطوا هاد المكونات كاملين في حمام مريم تيتخلطوا ونحصلوا على خليط متجانس، نخليهم يبردوا، والكريمه اللي كنحصلوا عليها كنوليو كندهنوا بها يدينا في الصباح وفي الليل، وهكا غادي ترطب اليدين، غترجع لهم النضاره، وحتى اليدين اللي كيكونوا ناشفين من الماء كيعاودوا يرجعوا للحيويه ديالهم. عندنا وفاء كتسولنا على وصفه الحمرار الوجه، وهذا الجواب اللي عطيتيه، ولكن كتقول بلا زيوت. الله يعطيكم صحتكم. فحمرار الوجه بلا زيوت كان واحد المكون جميل جدا اللي هو التفاح، فتحاول ان تحك تفاحه، واحد الربيع ديال التفاح يتحك، وهذاك الماء ديالو يعني كنديروا القطن كندوزوه على البشره ديالنا، كندوزوه على الوجه، كندوزوه على الرقبه، كنخليوه ربع ساعه، ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا والرقبه ديالنا وكنداوموا عليه يوميا. فهو جميل جدا لان فيه حمض التفاح، وهذا حمض التفاح مهم جدا لهذه البشره اللي كتكون فيها حساسيه. نسيم كتسولنا في نفس النطاق دكتور على الهالات السوداء، بغات وصفه اللي غادي تنقص ليها من لي سيرم اوتور دي زيو او الهالات السوداء. فهنا غادي تاخذ زيت الشاي، اذا زيت الشاي بوحدها تولي كدير بها مساج حول العين ديالها يوميا كل ليله وتبات به، وان شاء الله غتعطيها نتيجه، وهذه ليها وجميع الاخوات، وباش تكون وصفه بسيطه اللي يمكن لهم يستعملوها كل نهار. ملي كنقولوا الهالات السوداء كاين سيدات اللي كيبان عندهم بحال الزرقيه دايره بالعين، هادو غتصلح لهم؟ نعم، فهذا كيعطي ترميم، فليطانه اللي عندنا في زيت الشاي كتعطينا الترميم لهذه المنطقه هذه اللي كتكون خفيفه، وكترجع لينا الحيويه ديال الكولاجين في هذه المنطقه هذه، واكيد ما هذا المشكل هذا ما غيبقاش. نعم، عندنا سؤال، جاوبنا على سؤال كيشبه له البارح. فاتحه كتسول على الشعره عندها رقيقه بزاف وهذا كيخبل ليها شعرها، شنو الوصفه اللي غتنصح بها السيدات اللي بحال فاتحه دكتور عماد؟ فهنا غادي نديروا سيروم، ناخذوا فيه زيت لافوكا جوج معالق كبار وثلاثه معالق كبار ديال زيت الصوجا، كنخلطوهم وكنرشوا شويه في اليد ديالنا، وكندهنوا به الاطراف ديال الشعر يوميا كل ليله كسيروم، وان شاء الله غادي يعطيها نتيجه. عندنا ايضا هند اللي كتستشر معنا في واحد الوصفه كديرها للشعر ديالها، كدير ليه زيت الزنجلان، زيت زريعه الكتان، ولكن مازال مقطع وما طوالش، دابا هذه 4 شهور وهي كتستعمل الوصفه، لانه علما مشات عند طبيب ما عندها والو الحمد لله، وبغات شي وصفه اللي غادي تساعدها لانها كتصل ما كيشدلهاش الخط. اكيد فما لقاوش محسن من الوصفه ديال الفلفله حلوه اللي هي غتعطي نتيجه، لان الكابسيسين كتصلح لهاد المشاكل هذه ديال اللي كتكون فروه الراس. جوج فلفلات متوسطين حلوين اللي كنحكوهم، كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوهم فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه، كنطفيو عليهم كنخليهم ليله، ومن بعد كنصفيو هذا الخليط هذا بواحد الزيف ديال الحياتي اللي كيكون نقي، كنصفيو مزيان حتى كنحصلوا على الزيت، وهذا الزيت كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه ومن بعد كنغسلوه. العمليه كنديروها جوج مرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. عندي سؤال على الكزيما دكتور عماد، سؤال مهم، كثير من الناس اللي كيعانيوا من الكزيما، وزكيه واحدة منهم، كتقول انها كتنوض ليها الكزيما في يديها وفي رجليها كل عام، وانها كتتبع العلاج ولكن عيات بالدواء ومازال عندها نفس المشكل. نعم. وصفه المساعده، فوصفه المساعده غناخذوا جوج معالق كبار ديال الزيت في ليو، جوج معالق كبار ديال زيت اليزير، نعم، وربعة المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. نخلطوا هاد المكونات كاملين في حمام مريم حتى يتخلطوا، من بعد نخليهم يبردوا، وهاد الكريمة اللي حصلنا عليها كندهنوا بها الأماكن اللي عندنا فيها هاد المشكل ديال الكزيما كيف ما كانت في الدس ديالنا، ليها وجميع الأخوات اللي عندهم هاد المشكل هذا. الناس اللي كيعانيو من حب الشباب باش تنصحهم؟ فغادي نصحهم بواحد المحلول اللي غيصطيبوه بسيط، اللي غياخذوا فيه 10 ديال الوريقات ديال النعناع. نعم. ومعلقة صغيرة ديال اليزير يابس. إذن 10 الوريقات النعناع
يابس ولا طري؟ لا طري، شرط دوري قص ديالنا هنا طري، وغنزيدوا عليه معلقه صغيره ديال اليزير اللي غيكون يابس ناشف. يعني مكونات كاينه في كل بيت مغربي اكيد. وغادي نطبخوها في كاس كبير ديال الماء حتى تطبخ مزيان وتعقد، كنصفيوها في واحد القريعه من بعد مرقده شويه انفوزا غير تبرد، غير تبرد نصفيوها. نعم. ومن بعد كنديروها في واحد القريعه كنديروها في الثلاجه. هذا المحلول هذا كنوليو كندهنوا به الوجه ديالنا في الصباح وفي الليل، وكنخليوه ينشف يوميا ما كنقطعوش. هذه لوسيون او محلول غتبدا تمسح به ايمان او كاع الشباب اللي كيتصنتوا لينا وجههم بالقطن، بالقطن ويخليو يمسحوا ويخليو على الوجه. شنو الدور ديال النعناع هنا وديال اليازير دكتور عماد؟ بالفعل فعندنا النعناع واليازير، اذا عندنا المنتول وعندنا لاغوماغين، هما جوج ديال المكونات مهمين في توازن افرازات الدهون، وكيحافظوا لينا على المرونه ديال المسام، حيت المسام هنا كيخليهم انهم كترجع لهم المرونه ديالهم. علاش؟ لان حب الشباب ملي كيبدا كيتفرز الدهون بطريقه عشوائيه وكبيره، المسام كيبقاو محلولين، وهذا الشيء اللي كيخلي ان الحبوب كيولي كيتكاثر. اما ملي كنحافظوا على ديك المرونه ديال المسام، انهم ملي كيتحلوا كيعاودوا يرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم، فهنا كننقصوا من الحده ديال الحبوب وما نقيسوش الحبوب بيدينا. هذه تنعاودوا ناكدوه ليها اكيد. اذا الحرقه المعده غادي ناخذوا ليها نص معلقه صغيره ديال الزعتر، وثلاثه ديال الوريقات ديال الحبق البلدي، ونجمه ديال البادين، نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، ونوليو نشربوه على الريق في الصباح باش كيعاوننا باش كينقص لنا الحموضه طيله اليوم. وكنداوموا على هذه الوصفه مده ديال شهر. الورق ديال البربل اللي عندهم واحد الفائده كبيره باش كيوازنوا السكر في الدم، اكيد ماشي دواء ولكن مساعده على العلاج، وكتساعد كذلك حتى الجسم ديالنا باش كيبقى محافظ على ديك النسبه ديال السكر واخا كياخذ الدواء. اذا الوصفه ديالنا غناخذوا فيها الورق ديال البربل، غناخذوا ثلاثه ديال الوريقات ديال البربل، هذه البربل كتكون لاصق فيها الوريقات، كنقطعوا دوك الوريقات ديالها ثلاثه، كنغسلوهم مزيان، كنقردوهم، كنزيدوا عليهم وريقه ديال السالميه خضراء، اذا ورقه ديال السالميه. إلا ما لقيناش ورقة السالمية خضراء، نديروا نص معلقة صغيرة ديال السالمية، ونزيدوا عليهم نجمة ديال البادين. هذا الخليط هذا غادي نزيدوا عليه كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، وكنشربوه على الريق. العملية كنديروها يوميا مدة ديال 15 يوم، إذا 15 يوم في الشهر، وكنحبسوا هاد يعني هاد الوصفة هادي. إذا هاد الوصفة كتساعد الناس اللي خصهم يكونوا تيديروا الدواء ديالهم أنها توازن شنو الإفراز الأنسولين في الذات؟ إفراز الأنسولين، أو كتخلي السكر ما كيبقاش كيتفرز، يعني كيتحرق دغيا في الجسم اللي هو كيشكل مشكلة، أن السكر كيبقى مركن، فهاد المواد هادي كتحرقوا دغيا، كتخلي أنه دغيا يتحرق، وكتبقى دائما محافظة على القيمة ديالو في الدم. شي واحد كنقلي بشحال هادي البربة، حنا ما كنلوحو حتى حاجه، كلشي فيها كيتستعمل اكيد، ففعلا هذه من بين الخضار اللي منافعها كثيره. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.